السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم مع الفصل الخامس عشر من قصة عقبة بن نافع بعنوان فتح السوس. احنا وقفنا في الفصل اللي فات، الفصل الرابع عشر، عند كلام يوليان الغماري وهو بينصح عقبة بعدم الاشتباك مع القوط، ونصحه بفتح السوس الأقصى والأدنى. تعالوا مع بعض بقى نتعرف على أحداث الفصل الخامس عشر. سكت عقبة هنيها، سكت وقت قليل، بدأ عليه يعني ظهر عليه خلال هذه الفترة انه اقتنع بكلام يوليان الغماري ملك طنجة، وفعلا امر جيشه بالتوجه الى السوس الايه؟ الى السوس الادنى. انطلق الجيش الاسلامي، بيتقدمه عقبة، بيتقدمه القائد المظفر المنتصر، حتى وصل الى مشارف مدينة وليلة، ومدينة وليلة تقع في غرب فاس الشمالي وتسمى اليوم قصر فرعون. أرسل عقبة من يدعو أهل هذه المدينة للإسلام. أول ما وصل لمدينة وليلة أرسل من يدعو أهل هذه المدينة للإسلام، ولكنهم رفضوا وصمموا على الحرب، صمموا على قتال جيش المسلمين، وكانوا معروفين طبعا بالكسرة، كانوا من الكسرة لا يتوقعون الهزيمة أبدا، بسبب كسرة عددهم ما كانوش يتوقعوا ان هم يتهزموا أبدا. لكن متى كانت الكسرة بتغلب جيش المسلمين؟ ومن امتى الكسرة بتغلب جيش المسلمين؟ الجيوش اللي هزمها قبل كده عقبة وجيش المسلمين بتزيد على جيشه آلاف المرات، ولهذا ما لبث عقبة بعد عودة رسوله، لم ينتظر. أول ما رجع الرسول اللي كان بعته لهذه المدينة حاملا رفض البربر دخول الإسلام، أول ما الرسول رجع ومعاه الرفض، رفض البربر دخول الإسلام وتصميمهم على الحرب، على طول أمر عقبة بن نافع باقتحام المدينة، وسرعان ما هجم عليها الجيش، هجم عليها المسلمون واشتبكوا مع البربر في معركة استمرت بضع ساعات، وبضع يعني من 3 لـ9 ساعات. فر بعدها البربر، هربوا طبعا، فر بعدها البربر مهزومين. وكان من الطبيعي وقد هزم عقبة البربر في السوس الأدنى هزيمة ساحقة وغنم مغانم كثيرة، بعد ما هزمهم في السوس الأدنى كان من الطبيعي ان هو يتجه الى السوس الأقصى ليكمل عقد انتصاراته في هذه المنطقة ويرفع عليها راية الإسلام. لم يكن سير جيش عقبة إلى السوس الأقصى مفاجأة، إن هو رايح يعني يفتح السوس الأقصى دي مش مفاجأة لأهل السوس الأقصى، لأنهم كانوا عارفين تفاصيل اللي حدث في السوس الأدنى، وكانوا على استعداد للقاء جيش المسلمين. كان استعداد السوس الأقصى كبيرا سواء في العدد أو في العتاد أو في السلاح يعني. طب استعدوا، عملوا ايه؟ حشدوا حشودهم امام اسوار المدينة، ما استنوش بقى جوه المدينة، لا، حشدوا الحشود امام الاسوار، امام اسوار المدينة، واستعانوا بكل القبائل المجاورة لهم، قالوا يتجمعوا امام اسوار المدينة علشان لو اتهزموا يرجعوا للمدينة ويحتموا فيها، واستعانوا بكل القبائل المجاورة لهم. وأول ما لمحوا الجيش الإسلامي مقبلا بتسبقه أصوات التهليل والتكبير، التهليل لا إله إلا الله والتكبير الله أكبر، عملوا إيه؟ تقدموا للقائه وخاضوا معركة دامية أذاقهم فيها عقبة وجيشه أسوأ هزيمة في تاريخ حروبهم، دي معركة السوس الأقصى. أراضي البربر عايزين بقى يرجعوا تاني ويعتصموا في المدينة، أرادوا أن يعتصموا بمدينتهم ويتفادوا ضربات المسلمين علشان يهربوا من ضربات المسلمين، بس بسرعة المسلمين كانوا أسرع منهم، المسلمين كانوا أسرع منهم للمدينة، فقد ملأوا شوارع المدينة بخيولهم واستولوا عليها، وانتهت المعارك اللي أدارها عقبة بمهارة عسكرية وعبقرية حربية عن سقوط وسط المغرب الأقصى وجنوبه في أيدي المسلمين. وبكده يبقى احنا تعرفنا برضو على أحداث الفصل الخامس عشر. بتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في الامتحانات. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.